الوقفة الاحتجاجية اليوم اللي كتنظمها النقابة المستقلة تأتي استجابة للبيان الوطني اللي تم إصداره منذ أكثر من شهر، واللي ابتدأ طبيعة الحال بوقفات جهوية مرفوقة باعتصام بعد أوقات العمل. طبيعة الحال الوقفة الاحتجاجية كتجي بعد تماطل الحكومة المغربية ووزارة الصحة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة ديال الممرضين وتقنية الصحة بالمغرب، خاصة بعد الاتفاق المهزلة الذي تم توقيعه العام الماضي يوم 24 فبراير. هذا الاتفاق اللي كنعتبره حنا داخل النقابة هو نكبة تاريخية، لأنه لم يستجب ولو ل1% من المطالب العادلة والمشروعة ديال الممرضين. الوقفة الاحتجاجية اليوم تأتي من أجل مطلب أساسي اللي هو العدالة الأجرية بالنسبة للممرضين. بطبيعة الحال هذه العدالة الأجرية تأتي بثلاثة ديال المحاور أساسية كنطالبوا بها. أولا الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، نظرا لأن الممرض المغربي يتعرض لخطر مهني كبير وكبير جدا، إسوة بباقي مقدمي العلاجات الذين يتقاضون واحد التعويض عن الخطر المهني اللي هو كبير وكبير بزاف، واللي حنا كنتقاضوا واحد التعويض اللي هو قليل وقليل بالمقارنة مع الخدمات التي نقدمها. إضافة أيضا إلى أن أعباء التأطير ازدادت، خاصة أن الممرضين هما من يقومون بتأطير الطلبة اللي هما في إطار طور التكوين. النقطة الثالثة اللي هي الأعباء التمريضية، كما كتعرفوا أن المنظومة الصحية في المغرب اليوم تعاني من واحد الخصاص مهول اللي هو أكثر من 65,000 ممرض خاص المنظومة الصحية في المغرب، وهذا الشيء كيعني أن الممرضين المغاربة المزاولين اليوم هما اللي كيقوموا بالمهام ديال هاد 65,000 ممرض، وبالتالي فإن هذا المطلب ديال العدالة الأجرية هو مطلب أساسي ومطلب اللي عنده واحد أن فوندمون جوريديك قوي وقوي بزاف، وخاص الحكومة المغربية تستجب ليه في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. احنا هنا اليوم استجابة للبيان الوطني للنقابة صادر بتاريخ 1 أبريل 2023، واللي استطرح مجموعة ديال الخطوات النضالية دعا فيها كل الفروع الإقليمية والمكاتب الجهوية من أجل تجسيد هذه الخطوات النضالية، وابتدأت أساسا بوقفات جهوية في أوائل شهر رمضان. كذلك كان تستر هذه الخطوة النضالية ديال الإضراب يوم 11 ماي، وذلك تزامنا مع تخليد المنتظم التمريضي بالمغرب لليوم العالمي للممرض، ومصحوب كذلك بهذه الوقفة الوطنية اللي حج إليها الممرضون وتقنية الصحة من كل ربوع المملكة، واللي جاء هاد البيان التصعيدي يعني للتصدي للمنهجية التسويفية، منهجية التماطل التي تتجهها وزارة الصحة في التعاطي مع مطالب المشروع للممرضين وتقنية الصحة، واللي الأهمية ديالهم في ديال المنظومة الصحية يعني لا يناقش فيها أي عاقل، ومن ذلك يعني أن الممرضين وتقنية الصحة كيمثل عصب هذه المنظومة بما يفوق يعني 60% من مجموع الشغلة الصحية، وكذلك يقدم 80% من مجموع الخدمات الصحية بالمؤسسات الصحية العمومية. احنا نطالب يعني بمنهجية حوارية تستجيب للمطالب المشروعة لفئتنا، فئة الممرضين وتقنية الصحة، وذلك يعني بالموازات ومن أجل تكريس مبدأ المساواة التعاطي مع كل فئة شغيلة صحية بالقطاع. نطالب بعدالة أجرية يعني تناسبا مع ما يتم العمل به مع كافة فئات الشغلة الصحية، وذلك عبر مداخل متعددة أساسها الرفع من قيمة تعويض الأخطار المهنية الذي يظل ثابتا طول المسار المهني للممرض، وكذلك عبر الرفع من قيمة الأعباء التمريضية. نطالب كذلك بإخراج مصنف مياه الكفاءات، وكذلك نطالب بإخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنية الصحة الموجود من أجل حماية أفضل لمنتسبي هذه المهنة، ونهيب بكافة الجماهير التمريضية الالتزام من أجل انتزاع كافة المطالب المشروع. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.